مساء الخير مشاهدينا ومتتبعينا ضمن عدد جديد من برنامجكم الخاص بالتوعية الصحية وقاية وعلاج. كل نهار كنسمعوا وكنعيشوا أخبار اللي هي جديدة، معلومات أيضا اللي هي خاصة بفيروس كورونا، مجموعة من اللقاحات اللي كتعمل عليها مجموعة من المختبرات حول العالم. كذلك المغرب كان أعلن على مجموعة من القرارات اللي كتعتبر مهمة جدا، فتح المساجد قرار اللي بدأ العمل به البارح. المغرب أيضا كيساعد الاستقبال مغاربة الخارج، وسمعنا على مجموعة من القرارات ومن الشروط اللي كتعتبر رئيسية. كل هذا الشيء كان ضروري ما يخلينا نوقفوا في هذا العدد من برنامج وقاية وعلاج باش نجاوبوا على مجموعة من التساؤلات ديالكم. ولهذا الحلقة يسعدنا كثير على أنه نستقبل معايا زوج ديال الكفاءات الطبية المغربية. غدا نبدأ بكفاءة طبية مغربية كتعيش في الخارج وتحديدا في ستراسبورغ، اللي هي الدكتورة سميرة فافي كريمير، اللي هي مديرة المعهد الخاص علم الفيروسات بستراسبورغ. مساء الخير، اهلا وسهلا بك دكتوره سميره. مساء الخير، اهلا وسهلا، شكرا على هذه الاستضافه. شكرا لانك لبيتي الدعوه ديالنا. يسعدني كثير ايضا على انه نستقبل معايا كفاءه طبيه مغربيه. الى الامس ولما كان مر معايا في برنامج اخر خاص بالتوعيه الصحيه كان هو مدير المستشفى لالا مريم بالعرائش، اليوم تزادت وضافت ليه مسؤوليه اخرى بحيث اصبح هو مدير مستشفى القرب ايضا بالقصر الكبير، يعني مسؤوليه جديده اللي انضافت بالاضافه لانه مدير المستشفى لالا مريم بالعرائش. يسعدني على انه يكون حاضر معايا الدكتور شوقي أميران. مساء الخير دكتور شوقي، مرحبا بك معنا. مساء الخير، شكرا للعفاف، شكرا على الاستضافة، شكرا على الحضور. شكرا جزيلا لي، ما عرفش واش نهنيك لان هي ربما تشريف وتكليف في نفس الوقت، يعني لما يعني كتكون كتشرف على الاداره ديال زوج ديال المستشفيات في نفس الوقت اكيد مسؤوليه اللي هي ماشي سهله دكتور شوقي او لا؟ معلوم ماذا معك، ولكن نتمنى ان شاء الله نكونوا في المستوى ونحاولوا نكونوا مساهمين في تحسين الوضع الصحي في مدينه العرائش وفي اقليم كفر الكبير. يا ربي هذا ما كنتمناه صراحة، لأنك تستحق ربما مجموعة ديال الأمور اللي لمسناها خلال الأزمة ديال كورونا. كمدير للمستشفى كتشهد ليك دكتور شوقي أميران على أنه تنضاف لك هذه المسؤولية، فإن شاء الله نتمناك يا رب فعلا تكون قد الحمل وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق. أول حاجة كيف ما عودنا المشاهدين والمتتبعين من خلال برنامج وقاية وعلاج كنتكلموا مع الضيوف ديالنا بشكل عام على التقييم الوضع الحالي فيما يخص فيروس كورونا. غنبدا معاك دكتورة سميرة، أول حاجة تقييمك للوضع حاليا في فرنسا. الوضع الحالي في فرنسا هو أنه كما كتعرفوا العدد ديال الحالات ديال كورونا فيروس هبط بزاف، نزل بزاف منذ الحجر ورفع الحجر الصحي، ولكن هذه الأيام الأخيرة كنشوفوا بأنه كان مؤشرات معينة كتبين بأن ارتفاع قليل في عدد الحالات الجديدة، ولكن هذا الارتفاع كيستأنف خاصة في المدن اللي ما كانش فيها الكورونا فيروس، يعني ماشي حنا دابا في اون دوزيام فاغ، ولكن لا بروميير فاغ نتاع الموجة الأولى نتاع المدن اللي ما كانش فيها الفيروس. ولحد الآن كاين 97 كلستر ديال في فرنسا، وعندنا ابوبخي 1% نتاع لي تيست اللي هما بوزيتيف في فرنسا. فوالا. طيب بالنسبة للقرارات اللي خدات فرنسا مثلا مؤخرا، شنو القرارات اللي كانت خدات فرنسا يعني فيما يخص فيروس كورونا؟ كنا شفنا يعني رفع الحجر على مجموعة من المدن، على مجموعة من الأحياء، أيضا فتحات أيضا الحدود ديالها. في الأول كانت بدات مع الدول اللي هي معها في الاتحاد الأوروبي، من بعد شملات أيضا دول اللي هي أخرى. هذا الشيء ربما حتى بالنسبة للفرنسيين وشكل شي فرق. دابا نقدروا نقولوا بلي ان كل شيء تقريبا تحل، كل شيء ما بقاش الحجر الصحي، كل شيء للمطاعم المسبح، كل شيء محلول، الناس كيقدروا يسافروا. شنو هو دابا سي دوماج انه الناس شويه كيكون ما بقاوش داك الالتزام ديال لي ماسك بحال شحال هذه، واخا خاصنا لابد ان نقولوا للناس خصهم يبقاو لابد يبخين لي ميجور بارير
ماشي نتاع اكثريه نتاع لي ديستانس ما بين الناس والكمامه مالوغوزمون كان شويه ديال الناس ما بقاوش كيلتزموا بهذا لي ميجور بارير وداك الشيء يمكن علاش كنشوفوا هذا الارتفاع القليل. نتمنوا انه هذا الارتفاع ديال العدد ديال الاصابات ديال كورونا فيروس انه ما غاديش يكمل هكذا وجيسبر كي بقى ستابل. نعم نرجع ونمشي هذه المره لعند دكتور شوقي أميران. تقييمك للوضع الحالي دكتور شوقي بالنسبه للمغرب عموما وبالنسبه ايضا للمدينه ديال العرايش الاقصر الكبير، ربما كنا عشنا هذه ايام قليله وشفنا يعني مدينه طنجه اللي كان القرار اللي كان اتخذ انه يرجع الحجر بشكل عام للمدينه من بعد، وربما في نفس اليوم كيجي قرار اخر اللي هو الحجر يبقى فقط في واحد الحي او في واحد الجهه اللي هي معينه من مدينه طنجه. يعني بزاف ديال الامور قرارات اللي حنا تنسمعوا عليها ربما كاين تراجع على داك القرار في نهار او يومين من بعد، فكيفاش كتشوف هذه المساله هذه؟ دونك بالنسبه للحاله الوبائيه من بعد ظهور اول حاله في المغرب في 2 مارس تعنات اليوم امس الاربعاء اننا وصلنا الان في المغرب ل 16000 حاله و 262 باضافه 165 حاله اللي هي تعنات اليوم امس اللي علمتها المصلحه ديال الامراض الوبائيه في مديريه علم الاوبئه ومكافحه الامراض بالوزاره ديال الصحه. من ضمن هذه الحالات ربما كاين 379 حاله شفاء اللي كانت يوم امس، ولكن المهم فهادشي هو ان كان جوج ديال الحالات ديال الوفيات في 24 ساعه ديال اليوم امس. نقدروا نقولوا بان نسبة ديال التعافي اللي كاينه على المستوى الوطني هي نسبه ديال 85%، ولكن اللي تزيد يبرزط هو عدد ديال حالات الوفيات اللي وصلت اليوم امس دونك حتى ديال اليوم امس 259 حاله، وخا النسبه ديال الاماته اللي هي قليله 1.6% دونك ماشي حاله كبيره، ولكن تبقى حالات الى لاحظتوا كنا هضرنا من قبل كنا تنشلو 45 حاله 30 حاله، لكن بعد بدايه ديال الرفع ديال هذا الحجر الصحي المرحله ديالو الثانيه تلاحظوا باننا ولينا تنشلو حالات اللي هي كثيره، خاصه مع ظهور مجموعه ديال البؤر اللي هي بؤر عائليه ولا بؤر صناعيه ولا مجموعه ديال هذا. دونك بالنسبه للجهه ديالنا والسؤال ديالك العفاف، دونك الجهه ديالنا بالنسبه يمكن يوم امس سجلات ثاني جهه اللي سجلات عدد ديال الحالات، دونك سجلت الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه 21 حاله في طنجه وجوج ديال الحالات اللي كانوا عندنا في العريش وثلاثه في تطوان وحاله واحده في مضيق وهنا جوجوان اللي قالت بروفيسور، دونك بداو تيبالوا حالات في مدن اللي هي جديده، دونك تنقولوا بان ما كاينش اندوزيام فاك تاع بالنسبه للجهه ديالنا، ولكن بدات تتبان حالات في مدن اللي ما كانتش سجلت حالات من قبل كمدينة وزان ولا مدينة الشاون ولا مدينة المضيق. ربما عدد مخالطين في وسط هاد الناس كاملين إلى جينا نقارنوه مع العدد ديال الحالات ربما 89492 اللي تم إعلان عليها يوم أمس، لأن كل حالة عندها تتبع صحي وكل حالة جديدة كاين في رأيي التتبع اللي تنشوفوا واش كانت مخالطه ولا حاله جديده. دونك الحالات الاغلبيه اللي باقيين تنشجعوا على المستوى الوطني هي حالات ديال المخالطين، رغم اننا سجلنا مجموع ديال لي كلوستر كما قال البروفيسور، دونك كاينين بؤر مجموعين اللي هي بؤر اما صناعيه اما هي عائليه اللي باقيين تيتبعوا العلاج ديالهم على مستوى الوطني 2182 حاله، وعلى مستوى الجهه كاين حالات عديده ما 32 حاله اللي هي في الانعاش، ربما اغلبيه الحالات اللي هي في الانعاش عدد كبير منها يتواجد على مستوى مدينه طنجه، وربما حتى الوزاره ديالنا فطنات بهذه العمليه وكانت زيارات ديال الناس على مستوى عالي باش نشوفوا كيفاش نتجاوزوا هذه الازمه على مستوى مدينه اللي ظهروا فيها مجموعه ديال البؤر بحال البؤره اللي بانت البارح والبارح في منطقه اللي هي صناعيه اللي ما كانتش معروفه من قبل، وبؤر اخرى اللي كانت من قبل على مستوى مدينه العرائش مرتبطه بمعامل صناعيه ديال الفريز دونك وديال السمك وديال هذا. دونك لاحظنا بان الا لاحظتوا كانت الحاله حتى واحد لقيتها ما بقيناش نسجلوا حالات، ولكن بعد رفع الحظر تدريجيا بدات حالات اللي هي كثيره وحالات اللي هي مهمه. هنا تيخلينا نتسائلوا كيفاش المواطن خدا كيفاش تقبل هذا رفع الحظر، واحد الوقيته واش خداها بواحد الطمئنان كبير واش خداها بواحد الراحه كثيره اللي خلات
انه ينقص شويه من الاجراءات الوقائيه، لان مجموعه ديال الحالات اربعه الحالات دابا اللي عندنا اوسبيتاليزي ولا لي كا بوزيتيف اللي عندنا او نيفو ديال العريش هما حالات اللي هما مرتبطين بالعائلات، دونك ناس اللي ما خطاوش دونك هذا هو الحاله الوبائيه على مستوى مدينه العريش ومستوى الوطن. نعم، القرار ديال فتح المساجد ايضا دكتور شوقي، يعني ربما الكثير من الناس كانوا كيتسناو هذا القرار بفارغ الصبر. كنا غادي نتكلموا على المساله ديال العدوى حتى بالنسبه للشاطئ او للناس اللي كيمشيو للبحر مثلا، او لا كنشوفوا بعض الفنادق اللي عندهم الخدمه مثلا ديال بيسين او ديال المسبح، واش الفيروس ممكن يجي بالعدوى او لا؟ اليوم نصيحتك دكتور شوقي بالنسبه للناس اللي رجعوا لاداء الفريضه ديال الصلاه في المساجد، شنو نصيحتك لهم وشنو الاجراءات اللازمه اللي خاصها تكون في المسجد؟ هي هو لازم لا في المساجد لا في اي مكان اللي هو مغلق لا في المقاهي دابا اللي كاينين ولا هذا، خص ضروره الالتزام كاع بالوقايه كما كانت، ولو في المسجد ولو في شي بلاصه استعمال الكمامات بشكل سليم، خص احترام التباعد الجسدي حتى في المسجد لان تؤدى الفريضه بشكل جماعي، ولكن يكون هذه العمليه ديال التباعد الجسدي خص الحرص على النظافه العامه مع غسل اليدين. ربما وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه خدات هذه القضيه بعين الاعتبار وفتحت المساجد اماكن الوضوء وهذا خلاتهم مغلقين على اساس باش ما يكونش استعمال ديال الاماكن اللي ممكن تقل العدوى في هذا المجال. دونك نقدروا نستعملوا المساجد، ولكن تبقى هذه الاجراءات الاحترازيه تبقى حاضره الى استعملنا الكمامه مزيان، الا كان التباعد، الا كان النظافه، الا كان الانسان اللي هو تنقول المساجد بصح تيمشيو لها الناس كبار والناس اللي عندهم امراض مزمنة تنفضلوا في هذا الوقت هذا واخا تفتح المساجد اللي يبقاو في المنازل ديالهم. ربما البارح خرجت وزاره الصحه بهذا، قالت للناس اللي هم امراض وعندهم امراض مزمنه ولا الناس اللي حاسين عندهم اعراض صحيه الاحسن ما يمشيش للمسجد، ربما العباده عباده، ولكن في هذا الوقت نخليو المساجد اللي هم الناس اللي قادرين واللي قادرين يحترموا الوقائيات الاجراءات الوقائيه، ربما العباده راه هنا وهنا، ربما تطور الامور الافضل ان شاء الله، ما عرفناش كيف تطور الامور ونستعملوا المسجد بشكل العادي كما كنا نستعملوه. نعم، نرجع لعندك دكتوره سميره فافي كريمير مديره المعهد الخاص بعلم الفيروسات في ستراسبورغ. السؤال اللي كيتبادر بزاف الاذهان ديال الناس، واش ممكن الانسان يكون معرض للعدوى من الشاطئ؟ يعني اليوم الانسان الا مشى للبحر او لهبط مثلا البيسين او لا، واش ممكن يجيب العدوى ديال فيروس كورونا؟ هلا هي كاين جوج حوايج لحد الان حتى حد ما دار دي زيتود على لو كورونا فيروس، واش كيبقى في الماء ديال البحر ولا ما كيبقاش، هذه حتى حد ما دارها. اللي كاين دابا الدراسات اللي كانوا هما في دوطخ فيروس لا ميم من كيشبهوا الكورونا فيروس، كيكونوا اكثريه في دوك الماء نتاع لي زيغو اكثريه. دابا كنعرفوا بلي شي مرات البحر كيكون فيه لو ديفيرسمون تاع لي زو اوزي، هادوك يقدر يكونوا فيهم دي ان بو دو فيروس. ولكن باش نقولوا ان الواحد غادي يمشي يعوم في البحر وياخذ الفيروس، نقدر نقول ماشي هذيك هي لا برينسيبال فاصون باش غادي يتكونتامينا بالفيروس. علاش؟ لحقاش نقدر نقولوا بلي ان كاين لي زو في كاين الشمس كنعرفوها بلي كتقضي على الفيروس، الماء كثير بزاف، خاص زعما يكونوا بزاف ديال البشر اللي يكون فيهم الفيروس بزاف، والملحه ديال نقدروا نقولوا بان بوتيتغ الفيروس ما يكونش تري تري ريزيستون في الماء البحر. ولكن اللي خاصنا نقولوا للناس شنو هو فين يقدروا ياخذوا الفيروس؟ في الشاطئ، با فريمون في الماء، ولكن في الشاطئ الا كانوا قربوا بزاف، الا ما كاينش داك التباعد مع الناس، و الا واخا يجلسوا في الشاطئ حسن الا كان شويه الناس قراب يديروا الكمامه، الا كانوا حقاش عارفين شي مرات في البحر في الصيف كيكون البشر بزاف في الشاطئ. الواحد يفضل بلايص خاويين، يفضل التباعد، لحقاش فين غادي ياخذوا الفيروس؟ من عند الناس الاخرين، والنسبه باش ياخذوا من البحر غتكون قليله بزاف. بطل.
نعم، قرار مهم جدا أيضا اللي كان خداه المغرب، وهو استقبال المغاربة اللي هما في الخارج. كانت شروط بطبيعة الحال من يعني الوزارة الوصية، المسألة ديال الاختبارات اللي هي كتعتبر شرط أساسي للولوج باش الإنسان يدخل البلاد، وكانت مجموعة ديال الأمور اللي هي أساسية، وربما كان مازال كاين على المس ديال الاستفهام فيما يخص هذه الاختبارات. فاليوم بغينا نشرحوهم بطريقة مبسطة إذا سمحتي لي دكتورة سميرة، للاختبار الأول وللاختبار الثاني. يعني أول حاجة، واش هما كافيين للاختبار الأول ولا الثاني، وعلاش ما كانش اختبار واحد هو اللي كافي مثلا، علاش كانوا جوج ديال الاختبارات والاختبار الثاني ربما، لأنه بزاف ديال الناس كيسمعوا عليه لأول مرة، نبغيو نشرحوا لهم شنو هو هذا الاختبار. فعلا كاين جوج اختبارات. الاختبار الاول كنديروه في الانف، في داخل الانف كنديروا واحد بحال انيكوبيون، ما عرفتش انيكوبيون كندخلو في النيف باش كنمشيو ناخذو نشوفو دوك واش كاين الفيروس عندنا داخل في النيف، لو فيروس اللي كيكون كينتشر عندنا ما بقاش الهضره يعني في الان البلاصه ديال الجهاز التنفسي غادي الا كان تماك، الا لقينا هذا الاختبار غيكون بوزيتيف، يعني راك تقدر تعطي هذا الفيروس لحد اخر. هذا الاختبار الاول كنديروه بهاد لا تكنيك سميتها بي سي ار، يعني كنمشيو كنديرو فواحد الماكينه كتنشر هاد الفيروس باش نقدروا نلقاوه. الاختبار الثاني هو في الدم، كنقلبوا على الاجسام المضاده اللي الجسم ديالنا دارها باش يدافع على كونتر هاد الكورونا فيروس. هاد الاجسام المضاده إلا كانت كاينة، إلا كانت بوزيتيف، يعني أننا ركنا يا إما مازالين عندنا الفيروس يا إما كنا مراد بهذا الفيروس وبرينا. علاش كيديروهم بجوج؟ لحقاش شي مرات هاد لا بي سي آر الاختبار الأول يقدر يكون نيجاتيف، فو نيجاتيف، وكيديرو كون نابل أن غاتخاباج، زعما إلا فلتو شي حد كان نيجاتيف داك لو بريليفمون، لحقاش يمكن لو بريليفمون ما كانش مزيان ولا ما كانش لو فيروس ديك الساعات، يقدروا يديروا ان غاتراباج بهاد لا سيرولوجي. دونك سي بور سا كيرفعوا النسبه ديال باش يقدروا يلقاو شي حد الا كان فيه الفيروس يلقاوه ديك الساعات. وي فوالا بور لو لوكال سيرولوجيك اللي هو لو تيست سيرولوجيك، لو تيست بي سي ار هو الاختبار الاول، ولو تيست سيرولوجيك نتاع الاجسام المضاده هو اللي كاين الاختبار الثاني. نعم، بالنسبه للاطفال ربما القرار ديال الوزاره كان واضح على انه تعفاو الاطفال الرضع او لي بيبي او الاطفال اجمالا اللي العمر ديالهم قل من 11 عام. بالنسبه للوليدات اللي هما من 11 عام فما فوق، واش ممكن الاختبار بالنسبه لهم يدوز ساهل دكتوره سميره؟ لان بزاف ديال الامهات والاباء كيسولوا في هذا النقطه. هو ساهل الا ما تحركوش اكثريه في الانف، الا ما تحركوش راه كيكون ساهل، غير الواحد يكون شويه كالم ويخلي الطبيب ولا الفرمليه دير العمل ديالها، كل شيء يدوز مزيان ان شاء الله. حسن الواحد يدير هذا باش يكون مهنيين، منهم هما يكونوا مهنيين بلي ما واش يكون عندهم فيروس ولا لا، ومنهم حتى العائله ديالهم يكونوا عارفين منين يستقبلوهم، يقولوا يكونوا مهنيين من يستقبلوهم باش ما يكونش كونتاميناسيون. نعم، إلا سمحتي لي دكتورة سميرة ربما نقدر نسولك على الأثمنة، الثمن خصوصا ديال التيست مثلا سيرولوجيك، لأنه كنا توصلنا بمجموعة ديال الرسائل مثلا بالنسبة للمغاربة اللي هما في أمريكا اللي هما في كندا كيتكلموا على أنه الثمن غالي نوعا ما، يعني وصل عندهم الأثمنة كتراوح ما بين 195 دولار وما بين 200 دولار. يعني كتخيلي إلا كانت أسرة فيها 4 ديال الأفراد أو 5 ديال الأفراد يعني كيولي مكلف. ما عرفتش الحال بالنسبة لفرنسا، الأثمنة كتراوح لا المبلغ في فرنسا ما بين 20 و40 أورو. إذا ما بين 20 و40 أورو. الغالية هي 40 أورو، ولكن إذا مشيتي شي لابوغاتوار كتلقاي 20 يتخلصي نورمالمون.
سي سي هذا سي سورطرونو هذا لحقاش باش نعرفوا باللي الاثمنه نتاع هادو زعما لو بري دو روفيان تاع هاد لي تيست لي بوكو بلو فابل ما يفهمش الواحد لحقاش هاد لي تيست اللي كنستعملوا في فرنسا هما نفس لي تيست اللي كيستعملوا في امريكا لي تيست ابوت حنا كنستعملوا دي تيست امريكان ما يمكن ما فهمتش علاش كاين هذا الفرق في الاثمنه. نعم نرجع للمره اخرى عند دكتور شوقي اميران وحنا يعني غنستقبلوا المغاربه المقيمين بالخارج. دكتور شوقي اول حاجه شنو نصيحتك مثلا بالنسبه للاسر او العائلات اللي عندهم اطفال رضع او اللي عندهم اشخاص كيف ما تكلمتي قبيله ناس اللي هما مسنين او الكبار في العمر او للناس اللي عندهم امراض مزمنه لانه مازال داك التخوف كاين عند بزاف ديال الناس تيقول لك مثلا واش هاد الاختبارات بوحدها كافيه على انها تبين كنعرفوا على انه المده اللي هي شرط اساسي ما خصوش يكون فات 48 ساعه لكن كتبقى الاحتمالات كلها وارده. دكتور شوقي ربما راه كاينين الناس اللي خضعوا الاختبار كان سلبي من بعد واحد المده تلقاو راسهم باللي راهما حاملين الفيروس فحتى هاد الاحتمالات راها موجوده فشنو نصيحتك بالنسبه لهاد الناس؟ هي العفاف لابد ما يمكن الا ترتفع الاعداد لاننا مرينا المرحله الثانيه مره في تدريج الاجراءات الحجر الصحي وغادي نتلاقاو مع بعضياتنا وغنمشي نتجمع مع بعضياتنا وغايجيو الناس من برا وغنمشي لا بدا ما غاتضعف لا بدا ما غترتفع الاعداد هنا خص غير المواطن يكون عارف ومطمئن ومرتاح ويكون ملتزم في نفس الوقت لان اللي تيبرز دابا هو تزايد ديال حالات الوفيات وتزايد ديال الحالات الحرجه اما تزايد الاعداد في حد ذاته ما تيبقاش مشكل كبير الا خديناه بهذا من منطلق الاعداد هنا الى جا هذا المواطن مثلا اللي هو ديالنا ربما غادي يجي في العيد ربما غنتلاقاو كاملين في العيد هذاك كاين كاين ما هو طبي كاين ما هو صحي حنا ديما تنقولوا ما خص الا ما كرهناش حنا كاطباء يبقاو الناس من بعدين تدوز كوفيد ولكن ما هو الثاني هو الاجتماعي الناس غادي تلاقاو مع بعضياتهم العيد الكبير جاي ما عرفناش شنو غادي يجيب الناس غادي يجيو من برا ما يمكنش نحطوهم بزاف ديال الامور تبقاو ديما اننا خصنا نبقاو ملتزمين هاد الالتزامات هاد الاجراءات اللي هما ماشي غير ديال المغرب ديال دول العالم كامل اللي هما مرتبطين بامور اللي هي بسيطه اجراءات احترازيه اللي تيهضروا عليها جميع العلماء جميع هذا الا بقينا ملتزمين باجراءات النظافه وخا نجيو عند بعضياتنا ونحترموا مثلا هذا التباعد الاجتماعي اللي هضرنا عليه قبيله ونشوفوا مسائل ديال الوقايه وربما وقت ما حسينا بانسين من ليسين اللي هما دابا ولاو معروفين ارتفاع درجه الحراره والانسان ما بقاش يشم وهذا التجا للسلطات الصحيه الا كنا ملتزمين في هذا الخصوص نقدروا نقول لك ماشي غادي نحبسوا ارتفاع الاعداد لان دونكو غادي ندخلوا للمرحله الثانيه ديال رفع الحظر غادي يرتفعوا الاعداد ولكن نقدروا ما امكن ان ننقصوا من الاعداد اللي هي تكون حالات حرجه وهنا تهضروا على الناس اللي هضرنا عليهم قبيله دونك ما نخافوش من بعضياتنا نجيو عند بعضياتنا ربما في اطار اللي هو محدود ولكن التزموا جميعا بالاجراءات الوقائيه ما نساوش بان رحنا باقيين عايشين الكوفيد باقيين عايشين في وسط الكوفيد العيد الكبير ما تعنيش يجي العيد الكبير غيحس كوفيد ربما غادي تكون مجموعه ديال الاجراءات الصحيه اللي غادي تسبق عيد الكبير وغادي تكون داخل وسط ايام العيد التزموا بها وزاره الصحه متبعه بشكل دائم تطورات الحاله وربما غادي تخرج مجموعه ديال الاجراءات حنا كبلد ربما مختلفين على فرنسا ومختلفين على دول اخرى عندنا العيد تنكونوا مجموعين تنجيو عند بعضياتنا تنعمقوا بعضياتنا بزاف ديال الحوايج ربما نعيدوا مع بعضياتنا بلا ما نتعرفوا بلا بزاف ديال الحوايج ربما بزاف التباعد الاجتماعي مهم بزاف في هذه العمليه دونك القضيه ديال العيد الكبير هي بحال القضيه ديال المساجد علينا جميعا احترام الاجراءات الوقائيه ربما باش نمروا هذه المرحله اللي هي مقبلين على امتحان نمروها بسلام وتكون عندنا اقل عدد ديال الحالات خاصة الحالات الحرجة وخاصة الحالات اللي هي تحس ربما تسمى العدد الوفيات. نعم
نرجع عندك مرة أخرى دكتورة سميرة باش غادي نتكلموا على النقطة اللي هي خاصة باللقاحات واللي كيتسناها العالم كامل. مجموعة ديال المختبرات كتعمل مجموعة ديال التجارب، سمعنا على كتبقى فقط المسألة ديال الترخيص ربما من هيئات أو من جهات اللي هي معينة، ربما هادشي اللي كانت وقعت فيه مثلا الهند الصين، سمعنا كاين لقاح مثلا في روسيا كاين في ألمانيا، ربما حتى التنافسية اللي كنعيشوها حاليا ما بين المختبرات. لحد الآن شنو الأشياء اللي هي مؤكدة فيما يخص اللقاح؟ فعلا لحد الآن كان 160 مختبر اللي كيحاولوا باش يصاوبوا لقاح 160. فهاد 160 كان يلا 21 مختبر اللي وصلوا للحالة في يختبروا على الإنسان. وفي هاد 21 خصنا نعرفوا باللي باش اختبار على الانسان كاين 3 ديال لي فاز، مع شنو نقولوا لي فاز نقولوا مراحل، ربما مراحل، ثلاثه المراحل. عندك المرحله الاولى اللي باش كنشوفوا واش هاد اللقاح ما كيضرش، واش كيدير افيكاس. الثاني المرحله الثانيه كنديروها خاص على الانسان، على 100 واحد، 100 حتى 1000 واحد، باش نشوفوا تاو ناكدوا باللي ليفيكاسيتي و لا توليرانس نتاع هذا اللقاح. ومن بعد المرحله الثالثه، هذه المرحله الثالثه كاين 3 المختبرات اللي وصلوا لها. شكون هما هادو؟ كاين سينوفاك، هي مختبر صيني، أسترازينيكا مختبر إنجليزي، موديرنا اليوم أو البارح هو مختبر أمريكي، وصلوا لفاز 3 ولكن يلا يبدأوا فيه، يعني خاصهم يديروها في آلاف ديال الناس يجربوا فيها هذا اللقاح. ومن بعد هاد المرحلة الثالثة خاصهم يكونوا قادرين باش يصوبوا عدد كبير من هاد اللقاحات باش يقدروا يعطوه لكل شيء. شنو هو المشكل فانتخدمي؟ هو أن اللقاح الأمريكي هو أول لقاح غادي يكون بواحد لنانو بارتيكول avec un ARN messager. ماشي، لحقاش اللقاحات اللي كنعرفو من قبل كناخدو الفيروس كنديرو له باش يكون inactivé، باش ما يكونش نشيط فوالا. هذا كنديروا هذا اللقاح كنعرفوه، كان هو اللقاح، هو اللي كيديروه سينوفاك، هذا اللقاح الصيني. اللقاح الانجليزي حتى هما كيديروا واحد لو فيكتور سميتو ادينو فيروس، بين باللي كيعطي دي نتائج جيده. هذا اللقاح الامريكي خاصنا غادي نشوفوا النتائج اللي وراو هذا البارح كانوا مزيانين، بينوا باللي ملي كيعطوهم لواحد غادي خاصنا نشوفوا واش غادي يقدروا يديروا هادو في عدد كبير باش يعطيو لكل شيء. هما كيقولوا في اكتوبر، خاصنا نعرفوا باللي ان في حاله عاديه اللقاح المرحلة الثالثة كتاخد حتى 5 إلى 10 سنين. أكتوبر 2020 كتبان لي قليلة بزاف. دوك اللي كيعرفوا اللي زعما متخصصين في اللقاح كيقولك خاص على الأقل عام 12 إلى 18 شهر باش يتأكدوا باللي هاد اللقاح يعني يقدروا يعطوه للناس كل شيء وما يكونش عنده ضرر، ويقدر يحمي الناس اللي يعطوه اللقاحات. شكرا لك على هذا التوضيح لأنه كان مهم بزاف وفيه معلومات اللي هي قيمة جدا دكتورة سميرة. دكتور شوقي أميرا، تعقيب على الأمور والمعطيات اللي أعطتها بكل صراحة دكتورة سميرة، الرأي ديالك يهمني بزاف. تقنيا صراحه تنقولوا ما عمرش فاكسان وجد بهذه السرعه هذه اللي تنتحدثوا عليها. دونك خص وقت وخصنا نكونوا فيجيلون قبل ما نستعملوا اي حاجه، لان الامر يتعلق بمواطن ربما الخوف، وهذا يخلينا اننا نسرعوا. ولكن كنصيحه
كتقنيه ديال الصحه ناخذ الوقت ديالنا باش نوجدوا اللقاح اللي هو مزيان، لان الامر ما تيتعلقش بواحد المرض اللي هو خطير بالدرجه ديال اننا نزربوا الطونكو. كاين امور اللي هي وقائيه تقدر تحمينا، ولا ربما نقدروا نتعايشوا مع مرض معين، فهذا نكتفيوا بما هو وقائي. وكاين اجراءات اللي بينات الفعاليه ديالها في مجموعه ديال الامور، نخليوا الفاكسان الوقت ديالو باش يوجد الوقت ديالو. نهار غادي يوجد، ربما حنا في المغرب عندنا ان كالوندري فاكسينال اللي هو تبارك الله كبير على مجموعه ديال الامراض، تسعود ديال الامراض اللي تبارك الله باقين في كالوندري فاكسينال، وامراض اخرى اللي قضينا عليهم بالتلقيح، والتجربه ديال المغرب كبيره في هذا الامر. هذا ربما هذا ان فيروس اللي خصو الوقت ديالو نهار يوجد اللقاح. وحنا ربما عندنا ناس اللي هما اكفاء على المستوى الوطني، لا في المديريه تعاون الاوبئه لا في الكوميتي سيونتيفيك اللي عندنا على مستوى الوزاره، ما يمكن يستعمل لقاح الا الوقت اللي غيكون امن على المواطنين كاملين جميعا. شكرا. انا غنشكركم بزاف، شكرا لك دكتور شوقي أميرة، مدير مستشفى المريم بالعرائش، وايضا مدير مستشفى القرب القصر الكبير. لك جزيل الشكر دكتور سميرة فافي كريمير، مديرة المعهد الخاص بعلوم الفيروسات بستراسبورغ. شكرا جزيلا لكم، شكرا على كل المعلومات اللي اعطيتوها لنا وقدمتوها لنا من خلال هذا العدد في برنامج وقاية وعلاج، شرفتوني. شكرا جزيلا. شكرا، شكرا جزيلا، مع السلامة. شكرا. إلى هنا مشاهدينا ومتتبعينا نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامجكم وقاية وعلاج، نلتقي في عدد جديد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.